المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إن فرق الجمعية اضطرت إلى إخلاء إحدى النقاط الطبية في رفح بسبب تهديدات الاحتلال. وأضاف النمس للعربي بأن محاولات تبذل لتأهيل مستشفى الأمل في خان يونس بعد الحديث عن محاولات الاحتلال إخلاء مستشفى الكويت. تعلمون بأن مستشفى أبو يوسف النجار توقف عن الخدمة، وأيضا يعني المستشفى الكويتي هناك حديث عن قرب إخلاءه جراء يعني تحذير الجيش الإسرائيلي للمنطقة التي يقع فيها. يعني بالتالي هذا أيضا ما دفعنا في الهلال الأحمر الفلسطيني إلى محاولة النهوض مجددا في مستشفى الأمل في خان يونس، حيث قمنا اليوم بإعادة تفعيل وتشغيل أقسام العيون والعظام والجراحة بهدف محاولة قدر الإمكان تقديم الخدمات الطبية. ولكن يعني يجب الإشارة إلى أن استمرار الوضع بهذا المنوال وبعدم إدخال المساعدات ولا دعم القطاع الصحي، هذا سيؤدي قطعا إلى عدم تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، وحتى يعني للعائلات النازحة التي تتوجه في ظروف صعبة للغاية إلى مناطق بواسط خان يونس ورفح.